أهلا بحضراتكم. بتعد ظاهرة التغيرات المناخية من أهم الظواهر الطبيعية اللي أصبحت محل اهتمام العالم كله، وده بسبب التأثيرات المباشرة وغير المباشرة اللي بتتسبب فيها تلك الظاهرة على العديد من نواحي الحياة في دول العالم كله. وفي مصر بالتحديد بتعد محافظة الإسكندرية من أكثر المدن اللي بتتأثر بشكل مباشر بظاهرة التغيرات المناخية، حيث تغيرت مواعيد النواة الشتوية وتغيرت كمية الأمطار اللي بتهطل في تلك النواة، ده بالإضافة إلى الظاهرة الأكثر خطورة وهي تآكل بعض الشواطئ بما يعرف بظاهرة النحر. وهو كان واضح الشتاء اللي فات في الإسكندرية، خاصة في منطقة سيدي بشر أو منطقة شاطئ سيدي بشر بشرق الإسكندرية. الدولة المصرية بدأت تنتبه لخطورة تلك الظاهرة منذ عدة سنوات، وبدأت في تنفيذ مشروعات الحماية البحرية في محافظة الإسكندرية بالتنسيق بين محافظة الإسكندرية ووزارة الري، حيث تم تنفيذ عدة مشروعات لوضع بلوكات خرسانية وحواجز غاطسة لحماية الشواطئ من التآكل. اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قال إن المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية لحماية الشواطئ قامت بتخصيص 1,341,000,000 جنيه لإنشاء أعمال الحماية البحرية بطول الساحل أمام محافظة الإسكندرية، حيث تهدف المشروعات إلى حماية طريق الكورنيش من العواصف والنواة، وحماية البنية التحتية والمنشآت التاريخية مثل قلعة قايتباي والثقافية مثل مكتبة الإسكندرية، مع عمل توسعة لطريق الكورنيش وزيادة الأماكن المخصصة للسائحين والمصطفين من خلال زيادة المناطق الشاطئية، وكمان توفير أماكن للرياضات المائية مع تنفيذ مشروعات استثمارية اقتصادية وسياحية وترفيهية لتوفير فرص عمل من خلال تنشيط السياحة والمشروعات الاستثمارية يعني الخاصة بالمنطقة. وأكد كمان الشريف حرص الدولة والأجهزة المعنية على البيئة الطبيعية والاجتماعية وتنميتها، مشيرا إلى أن أعمال الحماية البحرية تؤدي إلى استحداث بعض الشواطئ الرملية التي اندثرت بسبب توسعة الكورنيش أو النحر، مع ضمان جودة مياه الشواطئ للمصطفين من حيث النقاء وعدم التلوث ومنع ظواهر الدوامات والسحب وشدة الأمواج التي تهدد حياة المصطفين، وأيضا استعادة الشكل الجمالي لشواطئ الإسكندرية. بالنسبة للمشروعات اللي شهدتها الإسكندرية خلال السنوات الماضية، قال الشريف إن الهيئة المصرية لحماية الشواطئ قامت بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية شواطئ الإسكندرية، وبلغت تكلفتها الإجمالية تكلفة تجميل تلك الشواطئ ويعني إعادة إعمارها والمشروعات التي أقيمت حولها بلغت 969,000,000 جنيه. وبتنقسم مشروعات الحماية البحرية للشواطئ التي يتم تنفيذها حاليا لثلاث مراحل، حيث يبدأ مشروع حماية السواحل من بئر مسعود وحتى حاجز السلسلة بالميناء الشرقية، والمشروع بيتكون من سلسلة من الحواجز الغاطسة بيتم تنفيذها على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى من بئر مسعود وحتى المحروسة، وبتبلغ أطول الحواجز حوالي 1600 متر وبتحمي حوالي 2 كيلو متر من الشواطئ بتكلفة تقدر بحوالي 189,000,000 جنيه. ده بالنسبة للشق الأول أو المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية من المحروسة وحتى شارع استيفانو بيبلغ طول الحاجز 570 متر بتكلفة تقديرية 180,000,000 جنيه. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فمن سيدي جابر وحتى حاجز السلسلة بالميناء الشرقي، وبتبلغ أطول الحواجز حوالي 3700 متر وبتحمي حوالي 4 كيلو متر من الشواطئ بتكلفة تقديرية 900,000,000 جنيه، وبتغطي المرحلة الثالثة 9 شواطئ، هي شواطئ أبو هيف وسيدي بشر والسرايا وسيدي جابر وكمان كليوباترا وسبورتينج والإبراهيمية وأخيرا كامب شيزار، بالإضافة إلى مشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل الذي يهدف إلى حماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش بمنطقة المنشية ومحطة الرمل بتكلفة تبلغ حوالي 103,000,000 جنيه، وأخيرا مشروع حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباي لحماية القلعة من الأمواج العالية والنحر المستمر في الصخرة الرئيسية المقامة عليها القلعة، بالإضافة إلى تنمية وتطوير المنطقة أمام القلعة لجذب وتنشيط السياحة ودعم الاستثمار بذلك بقيمة تقديرية بتبلغ حوالي 235,000,000 جنيه. دي كل تفاصيل اللي خاصة بأعمال التطوير اللي تشهدها محافظة الإسكندرية والخاصة بالشواطئ والمناطق السياحية والأثرية الهامة في واحدة من أهم المحافظات المصرية وهي محافظة الإسكندرية. بشكركم على حسن المتابعة، كان معاكم أحمد الجعفري، وإلى اللقاء.